أنا علشان عمري كبير دايماً عندي حكاوي كتير مش بس هسليكم بيها لا دي محتاجة لتفكير ومحتاجة لتفكير عندي كمبيوتر بس اللي ما استخدموش هو صعب يعني ولا لغز ما فهموش بابا جي يعمل لي تيست اعمل كوبي ولا بيس اعمل لي خلاص تعب اي امر ما عرفوش شوفوا كل حاجة سهلة بس لو ما تكسلوش والحياة هتبقى احلى لو يسعى ما ننساهوش انا احب اللعب واموت في اللعب ونخلص اللعب قد ايه قوي قوي صوتك حلو قوي قطط كوكي كوكي انت بتعملي ايه بعمل الواجب بتاع المدرسه يا بنتي تعالي العبي معايا وسيبك من الواجب دلوقتي انت هتضيعي عمرك او انت لا الواجب الاول وبعدين العب طيب علشان خاطري العبي معايا حبه لا ما اقدرش ما اقدرش كتاكيت ما تقدريش ليه هو الواجب هيطير لا الواجب مش هيطير ولا حاجه بس انا وعدت ماما والمدرسه بتاعتي اني اخلص كل الواجب وبعدين العب تعالي العبي معايا وما تقولي لي قولي وما تقولي لي وما تقولي لهمش حاجه ايه ده يعني اغشهم اخبي عليهم لا 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 كوكي. انا مش هعمل كده كوكي ايه ركزي فيني العبي وخلاص وبعدين مامتك مش هنا دلوقتي ومفيش اي حد شايفك لا يا قطط يبقى كده انا هعمل حاجه غلط قوي ودي تبقى خطيه 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 ايه يا كوكي ده احنا بنلعب انت مش فاكر جدو قال ايه يا قطط ده قال المره اللي فاتت ان عدم التعب يبقى خطيه فوي فوي يا حبيبتي ده كان بيقول على ادم وحواء علشان ما طاعوش الله مش ماما والمدرسه بتاعتك هو عدم طاعه ماما والمدرسه كمان غلط برافو ايه ده برافو عليك يا كوكي برافو ايه ده يا جدو انت كنت سمعنا ولا ايه طبعا يا كوكي انا كنت شايف كل حاجه وسمعت كل كلام انتوا قلتوه ايه ده يا جدو يعني انت شفتي دي كده شفتها ايوه شفتها طيب انا مش كلامي صح يا جدو لا يا حبيبي كلامك غلط لان ده فعلا خطيه هو كل حاجه غلط تبقى خطيه طبعا يا حبيبي كل حاجه احنا نعملها غلط وتغضب مننا ربنا تبقى خطيه على طول يعني عدم الطاعه والعصيان لكلام ماما وبابا والمدرسين غلط ويغضب ربنا يبقى خطيه ايه خبر طيب انا اسف يا كوكي انا اسف يا جدو انا اسف يا اصحابي ازيكم يا حبايبي احنا كويسين يا جدو وحشتوني جدا 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 وانت كمان وحشتنا خالص متشكر خالص يا حبايبي النهارده بقى انا عايز اكلمكم في موضوع مهم جدا 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 عاوز اكلمكم عن الخطية شوفوا حبايبي الشيطان تملي يضحك علينا علشان يوقعنا في الخطية ايه ده يا جدو يعني ايه يضحك علينا دي اقولك يا كوكي يعني يحاول يقنعنا ان احنا نعمل الغلط ويصوره لنا على انه مش خطية وعشان تفهموا الحكاية انا هحكي لكم حكاية فادي عشان تعرفوا احنا ازاي ممكن نقع في الغلط وقبل ما احكي لكم الحكايه يا حبايبي عاوزكم تقولوا لي حاجه ايه هي الخطايا اللي احنا لو عملناها ربنا يزعل مننا نكذب
أيوة نحلف. أيوة لما نقول حاجة وحشة عن حد. تمام. لا لا يا مرنا، اسمها نفتن على حد. وكمان لما ما نسمعش كلام ماما وبابا. تمام يا كوكي. تصوروا بقى يا حبايبي، إبليس عاوزنا نعمل كل ده. ليه إبليس عايزنا نعمل كل ده؟ أقولك يا حبيبتي، علشان نقع في الخطية ويبعدنا عن ربنا. دلوقتي بقى أحكي لكم حكاية فادي. فادي في يوم من الأيام صحي من النوم، لقى نفسه تعبان قوي، بطنه بتوجعه خالص. قام من النوم، ولما ماما شافته بالحالة دي قالت له يا فادي، ده انت تعبان خالص، عشان كده لما تروح المدرسة النهاردة بلاش تاكل من كانتين المدرسة اي حاجة علشان ما تتعبش اكتر، كل السندوتشات اللي انا عاملها لك وبس. فادي راح المدرسة وبص كده في الكانتين، لقى اكياس حلويات حلوة كده وشكلها مغري. قال في نفسه يقرا ايه، اخد كيس من دول اشتريه واكل شويه حلويات صغيرين، ولما ارجع البيت مش هقول لماما ابدا ان انا اشتريت كيس حلويات وكلت منه، علشان ماما ما تزعلش وما يحصلش اي حاجه. قولولي يا حبايبي، الكلام ده صح؟ لا غلط يا جدو، ان احنا ما نسمعش كلام ماما. وبعدين يا جدو، ايه اللي حصل لفادي بطل القصه؟ فادي راح الكانتين واشترى كيس حلويات اللي ماما قالت له اوعى تشتريه واوعى تاكل منه. تفتكروا ايه اللي حصل بعد كده؟ بصراحه يا جدو، انا لو مكانه انا ما كنتش هاكل شويه صغيرين من الكيس، انا كنت هاكل الكيس كله. ايوه تمام، هو ده اللي حصل يا قطط. جاب الكيس وفتحه علشان ياكل منه شويه صغيرين. فعلا اكل شويه صغيرين من الحلويات، ولما جه يرجع الكيس في الشنطه قال في نفسه، قال لا، ده انا لازم اكل الكيس كله، لان انا لو رجعت البيت وماما شافت الكيس هتعرف ان انا اشتريت كيس حلويات وكلته وما سمعتش كلامها. قام اكل الكيس كله. وبعدين في اخر اليوم الدراسي وهو راجع البيت حس بتعب شديد، بطنه وجعته جدا جدا جدا، لكنه قال في نفسه انا مش هقول لماما ان انا تعبان عشان ما تعرفش ان انا اشتريت كيس حلويات من الكانتين واكلته وما سمعتش كلامها. خبط، قام ماما فتحت له، بصت كده لقيته تعبان، قالت له، قال لا، مالك يا فادي، انت اكلت حاجة في المدرسة غير السندوتشات اللي أنا عملتها لك؟ هو كان أكل السندوتشات؟ لا يا حبيبتي ما أكلهمش. ماما لما سألته قال لها يا ماما ما كانش في وقت، أنا ما أكلتش حاجة خالص، أنا عاوز أخش أنام. وفعلا فادي دخل علشان ينام، لكن فجأة بص لقى بطنه بتوجعه خالص، مصارينه زي ما تكون بتتقطع. قام من النوم يصرخ، يا ماما الحقيني يا ماما، بطني بتوجعني يا ماما الحقيني. دخلت الام شافته لقيته سخن خالص وتعبان خالص، خدته وراحت بيه للدكتور. الدكتور بعد ما كشف عليه سالها، قال لها، هو فادي اكل حاجه النهارده في المدرسه؟ قالت له لا، هو قال لي انه ما اكلش اي حاجه خالص. قال لها لا، انا لما سالت فادي صارحني وقال لي انه اكل كيس حلويات، كيس ملوث مسمم، ولازم دلوقتي حالا نعمل له عملية غسيل معدة. خدوا الدكتور ودخل عشان يعمل له عملية غسيل المعدة، والأم واقفة بره قلقانة وزعلانة وخايفة قوي 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 على فادي. شايفين يا حبايبي؟ شايفين فادي عمل كام غلطة النهاردة؟ يا جدو، عمل غلطات كتير، وكمان عمل عملية غسيل معدة، ربنا يشفيه. طب تقدروا بقى تقولولي شوية غلطات من اللي عملهم فادي؟ ما سمعش كلام مامته. صح، عصى أوامر مامته واشترى كيس الحلويات. برافو. كدب على مامته لما رجع البيت وزعل مامته وقلقها عليه.
هو مامته وباباه بس اللي زعلوا منه حبيبي؟ لا طبعا، ربنا كمان زعل منه علشان عمل الخطية. تعرفوا يا ولاد، في واحد بس هو اللي فرح باللي عمله فادي. هو في حد يفرح لما حد يعمل حاجة غلط؟ طبعا يا حبيبي، إبليس بيفرح لما يوقعنا في الغلط. آه إبليس ده دايما بيحب يوقعنا في الغلط. إبليس بس برضو، ما احنا كمان بنحاول نوقع أصحابنا في الغلط. عندك حق يا كوكي، انا كنت هوقعك في الغلط النهارده، سامحيني يا كوكي. خلاص يا قطط، خلاص مش تزعل، انا مسامحاك. لا انا مش مسامح نفسي، لازم تعملي الواجب الاول يا كوكي. طبعا طبعا هعمله، انا كنت هعمل كده من نفسي اصلا. شاطره يا كوكي. إبليس يا ولاد دايما بيحاول إنه يجرنا للخطية حتى مع اللي بيحبونا، مش كده يا قطط؟ مش كده يا كوكي؟ كده يا جدو. يفضل إبليس يدور ويلف حوالينا، يدور ويلف ويقنعنا إن إحنا نعمل الخطية ونخالف كلام ربنا. لكن يا حبايبي، أنا عاوزكوا دايما تثبتوا في الله، واحفظوا معايا الآية الجميلة دي يا حبايبي: الذي يثبت فيا وأنا فيه يأتي بثمر كثير، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. أنا زعلانة منك. لا أنا زعلانة منك الأول. أنا زعلانة منك الأول. وانا زعلت منك. خلاص أنا مخصماكي. وانا كمان. أنا زعلانة منك. إيه ده؟ بيعمل إيه ده؟ علشان ربنا يسوع يغفر لي اغفر انا للخاطي كمان، وان واحد كان زعلان مني لازم اجري اصلح اوام. طول ايامي انا متعود اقول الحق، ولو لساني يكذب اقول له يا لسان لا، دي الوصية لا تكذب وانا مش كذاب، والخطية بتجيب لي صاحبها الأتعاب. علشان ربي يسوع يغفر لي اغفر انا للخاطي كمان، وان واحد كان زعلان مني لازم اجري اصلح اوام. ده مش كفاية ازيكم يا اولاد؟ كويسين يا كابتن. ازيك 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 يا قطط؟ ده انت وحشين خالص. ازيك يا قطط؟ عامله ايه دلوقتي؟ خلاص بقى يا قطط، عايزين نبتدي كلامنا. طيب اتفضلي. انتوا كلمتوا مع جده وعرفتوا انه ابليس بيحاول يجربنا، مش كده؟ ايوه كده. انا بقى النهارده عايزه اقول لكم حاجه كمان. انا عايزه اقول لكم ان ابليس مش بس بيحاول يجربنا احنا، ده حتى يسوع نفسه ابليس حاول يجربه. ازاي؟ حاول يجربه علشان يوقعه في الخطيه. حتى يسوع؟ حتى يسوع، بس يسوع رد عليه بشجاعه،
عارفين واجهه بشجاعه ازاي؟ ايوه يا طنط دينا انا عارفه، واجهه بالمكتوب في الكتاب المقدس. برافو عليك يا كوكي، فعلا واجهه بالمكتوب في الكتاب المقدس. لما كان يسوع صايم لمده 40 يوم جاع، فجاله ابليس وقال له لو كنت انت ابن الله حول الحجر اللي قدامك ده لخبز. يعني حول الحجار الاكل؟ ابليس كان عاوز كده، بس ربنا يسوع المسيح رد عليه من كلام الكتاب المقدس وقال له ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، بل بكل كلمه تخرج من فم الله. المفروض يكون الشيطان اتكسف وساب المسيح. ابدا يا وسيم، ده جاله مره تانيه وقفه على جناح الهيكل وقال له ارمي نفسك من هنا، ومكتوب برضه في الكتاب المقدس ان الملائكه هيحفظوك ومش هتصطدم بحجر رجلك. ويسوع رد عليه من كلام الله؟ رد عليه فعلا من كتاب الله وقال له لا تجرب الرب الهك. اكيد المره دي ابليس اتكسف ومشي ما جربوش تاني. ابدا، ده فضل يحاول ويحاول ورجع له مره ثالثه، والمره دي وقفوا على جبل عالي وقال له كل ممالك المسكونه اللي انت شايفها دي بتاعتي، اسجد لي وانا هديها لك. ايه ده، هو الشيطان عاوز يسوع يسجد له؟ ويسوع قال ايه؟ يسوع رد عليه كمان بالمكتوب وقال له للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد. يعني يسوع كل مره كان بيرد على الشيطان من الكتاب المقدس؟ على فكرة يا أطأط، احنا دايما كل حاجة بنلاقيها في الكتاب المقدس، وكمان لما بنحب نغلب إبليس برضو بنعرف نغلبه من الكتاب المقدس. فعلا يا كوكي، وعشان كده الآية اللي هنتعلمها النهاردة بتفكرنا قوي بالكلام اللي كوكي بتقوله دلوقتي. الآية بتقول ولكن شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. تعالوا نقولها مرة كمان مع بعض. ولكن شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. يا ولاد انا معايا سي دي عليه لعب حلو قوي، ايه رايكم نلعب شويه مع بعض؟ خلاص احنا عددنا 8، يعني ممكن نتقسم مجموعتين، 4 مع كوكي و4 مع قطط. ايوه 4 مع قطط. لا يزيد مع قطط. انت مع كوكي؟ ايه ده ريحه يا حبيبي يا وسيم، ولا كده؟ لا تعالي انت. بعدين يا ولاد احنا قلنا مجموعتين. ايوه كده يا طنط دينا احنا مجموعتين، مش عايزين ابليس يضحك علينا ويدخل في وسطنا حتى واحنا بنلعب. طيب هو في سؤال بس بسيط خالص، هو فين الكمبيوتر؟ ايه ده؟ ده مفيش كمبيوتر. ايه ده بعد كل ده ما يكونش فيه كمبيوتر؟ خلاص ما تزعلوش، احنا متقسمين اهو مجموعتين، ممكن نلعب شطرنج. مين فينا بيحب يلعب شطرنج؟ ماشي يا قطقط، مادام انت شاطر كده خلاص، يبقى قطقط يلاعب كوكي ومجموعه قطقط تساعده ومجموعه كوكي تساعده. ايوه بس انا ليا شرط واحد، اني انا اللي العب بالقطع البيضه. لا انا اللي هلعب بالقطع البيضه بقى. يا كوكي انا اللي هلعب بالقطع البيضه. قلت لا انا. هو ده اللي اتفقنا عليه. متاسفين يا طنط دينا. متاسفين. بس هو فين الشطرنج؟ يا خبر، ده مفيش شطرنج. وبتتخانقوا على ايه طالما مفيش شطرنج؟ على فكرة بقى يا قطط، احنا ابليس عمال يضحك علينا واحنا بنتخانق كده مع بعضينا ونزعل من بعض. خلاص مش عاوزين نزعل فعلا، بس احنا عايزين نتعلم من لعبنا دلوقتي ومن اللي حصل معانا دلوقتي، اننا ما نخليش ابليس يضحك علينا ابدا ويخلينا نتخانق في لعبنا، سواء كنا في المدرسة او في النادي او حتى في البيت مع اخواتنا. اهلا بيكم في فقرة الكمبيوتر في برنامج كوكي وقطقط. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا. المرة اللي فاتت قلنا ايه هي وسائط التخزين او ايه هي السعة التخزينية للكمبيوتر، وعرفنا ان اسمها ميجا او تيرا او جيجا، ورتبناهم مع بعض البايت بعدين الكيلو بايت بعدين الميجا بايت بعدين الجيجا بايت بعدين التيرا بايت. الحاجات اللي بتتخزن على الكمبيوتر دي بتتحط فين؟ هل في مثلا شنطة بنحط فيها الميجا بايت؟ هل في فايل؟ شكل ايه الحاجات اللي بنخزن فيها؟ تعالوا نشوف مع بعض. طبعا احنا عارفين
انه كوكي وقطقط او اي حد تاني عايز يستخدم الكمبيوتر لازم يكون معاه شوية حاجات. عرفنا ايه الحاجات دي، لازم يكون فيه مثلا هاردوير، يعني لازم يكون فيه شاشة وديسكتوب والحاجات دي، ولازم يكون كمان فيه سوفتوير. حاجة من الحاجات بتاعت الهاردوير بنسميها storage devices او وسائط التخزين. هبتدي من الصغير للكبير. اصغر حاجة موجودة هي الفلوبي ديسك. الفلوبي ديسك الساعة بتاعتها 1.4 ميجا بايت، يعني 1.4 ميجا بايت. يعني 1.4 لو افتكرنا المرة اللي فاتت، 1.4 يعني تقريبا 1.5 ميجا بايت. دي اصغر حاجة من الحاجات اللي بنخزن فيها. طيب في حاجة اكبر، افرض مثلا انا عندي مثلا فايل كبير شوية، الفايل ده ممكن يكون مثلا 3 ميجا او 4 ميجا، اجي احطه على فلوبي ديسك ما يكفيش، اضطر اقسمه نصين. ابتدينا نزهق من موضوع الفلوبي ديسكس ده، اخترعوا حاجة حلوة قوي بدل الفلوبي ديسك اسمها الفلاش ميموري. ايه هي الفلاش ميموري؟ فلاش ميموري شكلها كده، او طبعا ليها اشكال مختلفة، لكن ميزة الفلاش ميموري انها ممكن تاخد لغاية 2 جيجا بايت. الفلوبي ديسك بالحجم ده كله بياخد 1.4 ميجا بايت. لما قلنا نضرب الميجا في 1000 تبقى جيجا، الفلاش ميموري الصغنطوطة دي ممكن تاخد ضعف ده 2000 مرة تقريبا او اقل شوية، يعني 2 جيجا او اقل، لكن المتعارف عليه دلوقتي لغاية 2 جيجا. طيب ابتدينا نخزن حاجات كتيرة قوي لغاية ما وصلت 2 جيجا، وبقت الفلاش ميموري مش مكفية. طيب هل في انبوت، قصدي ستورج ديفايس او واسطة من وسائط التخزين تاخد اكتر من كده؟ أيوة، وكلكم عارفينها، فكروا كده معايا. سي دي او كومباكت ديسك. السي دي حاجة زي كده، دي مثلا عليها فيلم، الناحية التانية متسجل عليها الداتا. كل سي دي من دول ممكن تاخد لغاية 800 ميجا بايت. طيب سؤال مهم قوي، هل في حاجة اكبر من كده كمان؟ في حاجة تشيل اكتر من 2 جيجا بايت؟ تعالوا نشوف. شكلها زي السي دي بالظبط، بس اسمها مختلف، اسمها دي في دي. كل الافلام دلوقتي، الافلام الاصليه الاوريجينال، بتنزل على دي في دي مش على سي دي. في افلام بنشوفها بتتباع في الشارع وكده، لكن الافلام الاصليه بتنزل على دي في دي، لان الدي في دي بتشيل كتير قوي اكتر من السي دي. يعني كام تقريبا؟ 4.7 جيجا بايت، يعني قد الفلاش ميموري مرتين ونص تقريبا، او قد السي دي يمكن 5 مرات تقريبا. طيب هل في حاجة اكبر من الدي في دي؟ هنوصل لغاية فين؟ تعالوا نشوف. ايوه، في حاجة بعض الناس عارفينها اسمها هارد ديسك. كلهم ديسك، حد خد باله نفس الكلام؟ كله ديسك. في فلوبي ديسك يعني قرص مرن، في فلاش ميموري، في سي دي او كومباكت ديسك، في دي في دي، وفي كمان هارد ديسك او قرص صلب. الهارد ديسك ده بيشيل كتير قوي. في حاجة اكبر من الجيجا؟ فاكرين قلنا عليها المرة اللي فاتت؟ ايوه، تيرا بايت. مظبوط، اسمها تيرا بايت، والتيرا بايت دي 1000 جيجا بايت. وصلنا لغاية كام؟ اللي انا اعرفه لغاية دلوقتي وصلين لغاية 50 تيرا بايت. 50 تيرا بايت رقم كبير جدا. هل هيبقى فيه اكتر من كده؟ اكيد، لكن معرفش ايه اللي جاي بكرة. لكن كل اللي اقدر اقوله انه عندنا وسائط تخزين كبيرة جدا، والكمبيوتر في تقدم مستمر، هنشيل صوت وصورة وفيديو كمان. عشان تفتكروا الموضوع ده عايز اقول لكم حاجة مهمة قوي، احنا كمان عندنا جوه مخنا حاجة اسمها storage device او حاجة من وسائط التخزين، الذاكرة بتاعتنا. الذاكرة بتاعتنا بتشيل ايه؟ لو حد ضربني مثلا، لو حد ضايقني، الذاكرة بتاعتي ما بتنساش، شنكلني بالقصد، هو كان قصد ان هو يشنكلني، الذاكرة بتاعتي مش هتتمسح، انا فاكرها له لغاية ما اعملها فيه. نقدر نتحكم في الذاكرة بتاعتنا، خلي الذاكرة بتاعتنا قوية جدا في الحاجات الكويسة وضعيفة في الحاجات الوحشة، عشان كمان ربنا عنده ذاكرة، لما احنا نغفر لبعض هو كمان هيغفر لنا.
هستناكم في الحلقة الجاية من كوكي وقطقط، ومعلومة جديدة في الكمبيوتر، وحلقة جديدة من كوكي وقطقط. ازيكم يا ولاد؟ كويسين يا جدتي ديما. يلا عودوا عشان نبتدي كلامنا. ايوه عشان انت قابلتي. واحنا النهارده هنتكلم عن العهد القديم والعهد الجديد. النهارده يا اندرو هنتكلم عن سفر الخروج. يبقى هنتكلم عن العهد القديم. يعني ايه معنى سفر الخروج؟ كلمه خروج دي كلمه اصلها يوناني معناها الطريق خارجا. خارجا منين؟ سفر الخروج بيكلمنا عن خروج شعب الله من ارض مصر، وكان الرب قائدهم. وهم ليه كانوا عايزين يخرجوا من ارض مصر؟ لانهم كانوا عايشين في عبوديه. عبوديه يعني كانوا بيشتغلوا عبيد، وكانوا بيعاملوهم معامله وحشه جدا. فصلوا وطلبوا من ربنا انه يساعدهم انهم يخرجوا من ارض مصر. ومين كتب سفر الخروج؟ كتبه موسى النبي. بس انا مش هقول، حد فيكم اللي هيقول لي هو كتبه ازاي؟ انا عارفه، هو كتبه بارشاد من الروح القدس، مش كده يا بنتي دينا؟ قولي ايوه يا كوكي، برافو عليك. هو سفر الخروج كام اصحاح؟ سفر الخروج 40 اصحاح، وكلمنا فيه موسى النبي عن موضوعات كتيره قوي مهمه. زي ايه؟ زي مثلا الشعب لما كانوا عايشين عبيد، وكمان دعوه ربنا لموسى علشان يقود الشعب. تنتي دينا، انا عايز اضيف حاجه كمان. عندما ذهب موسى الى الفرعون وقال له سيب شعب الله يخرج من مصر، وعندئذ رفض فرعون مصر، كان هناك ضرب 10 ضربات حصلت على مصر وبس، اقصد فقط. قطقط بقى مثقف قوي اليومين دول. كل الكلام اللي قاله قطقط ده صح. وكمان سفر الخروج بقى بيكلمنا عن قيادة موسى لشعب الله، وازاي موسى كان بيعامل الشعب، وكمان عن رعاية ربنا للشعب في مصر وفي الصحراء. شفتوا يا ولاد قد ايه ربنا في محبته بيقودنا وبيرعانا؟ كل أصحابنا اللي تابعونا في حلقتنا النهاردة، أتمنى أن حلقتنا النهاردة تكون عجبتكم. كمان عاوز أشكر مجموعة من الأصدقاء بعتولنا بإيميلات وخطابات. عاوز أشكر في البداية ديفيد أشرف، 10 سنوات من الإسكندرية، بعت لنا بالآية الجميلة اللي بتقول كل الأشياء تعمل معا الخير للذين يحبون الله. كمان بشكر فارس خوري، 9 سنوات من حلب من سوريا، بعد بيقول كلام جميل قوي، ان الله بيحبه، وانه قد كده ربنا عمل معاه حاجات كتير كلها بتأكد له ان الله بيحبه. عاوز اقولك يا فارس ان الله فعلا بيحبك. بشكر كمان فيرينا رجائي، 7 سنوات من القاهرة، بعتت لنا الآية اللي بتقول اكرم اباك وامك. عايز اقولك يا فيرينا فعلا الآية دي حلوة قوي، كمان زي ما انت حفظاها وبعتها لنا كمان نفذيها في حياتك. كل اصحابنا بقى اللي لسه ما بعتولناش، اتأخرتوا علينا ليه؟ عايز افكركم مرة تانية بعناوين البرنامج. العناوين موجودة على الشاشة دلوقتي، وكمان في ايميل للبرنامج هو kna@knatv.net. هستنى ايميلاتكم وخطاباتكم في اسرع وقت. نسيت اقول لكم ان هدية البرنامج في حلقتنا النهاردة هو تيشيرت جميل عليه صورة كوكي وقطط. لكل اللي يحب يعرف اخبار اكتر عن كوكي وقطقط، هشجعكم انكم بسرعه تدخلوا على النت وتتفرجوا على سايت كوكي وقطقط، هتعرفوا منه معلومات كتير واخبار كتير. عنوان السايت هو www.knatv.net. هقول لكم السايت مره تانية، www.knatv.net. هستنى منكم ايميلات زي ما اتفقنا. ودلوقتي تعالوا نشوف كوكي وقطقط هيعملوا ايه. انا عاوزه اقعد هنا يا قطقط. لا لا، انا اللي عايز اقعد هنا يا كوكي. لا انا هنا. بقولك ايه بقى، انا مش عايز مضايقه، انا اللي هقعد هنا. مش مشكله، هنا او هنا، المهم بقى اني قعد. هو ايه صحيح الحاجات التافهه دي اللي احنا بنعملها بقى يا كوكي؟ تعرف يا قطقط، تعرف تقولي احنا ليه بنعمل الخطيه وبنغلط؟ اقول انا عارف طبعا، عشان انا كبير واعرف اجاوب صح.
أقولك يا كوكي، الشيطان بيضحك علينا، بيجربنا وبيجرنا ناحية الخطية ويقول لنا يا ولاد اعملوا الخطية، الخطية دي حاجة جميلة مسكرة، وبعدين نعملها ونزعل ربنا مننا. اهو الشيطان دوت هو السبب في كل الخطايا اللي احنا بنعملها. على فكرة بقى انا مش مقتنعة بكلامك ده. ولا انا كمان، بس يعني انت ليه مش مقتنعة؟ لان بالرغم ان الشيطان هو اللي بيحاول بكل الطرق بتاعته انه يوقعنا في الخطية، احنا لازم نفكر قبلها، يا اما نقع في الخطية ونسمع كلامه او نقاومه ونطرده من حياتنا. انت تصدقي ان الشيطان هو اللي بيحاول وبيجرب معانا علشان نصدق كلامه ونسقط في الخطية، واحنا فعلا المفروض اننا ما نصدقوش ويكون عندنا ارادة قوية ونرفض كلامه ونقول له اخرج من حياتنا. صح، برافو عليك يا ادم. بس انا ممكن اسالك سؤال يا كوكي؟ صعب عليكي شويه يعني على سنك الصغير دوت، مش تعرفي تحليه طبعا يعني. يا سلام، عموما اسال يا سيقطط. انت الشيطان او ابليس يعني ما يقدرش علينا؟ يلا بقى جاوبي وريني شطارتك. يا سلام، ده سؤال صح صعب خالص، بس ايه رايك بقى ان هو مش صعب على كوكي؟ يا قطقط، الشيطان ما يقدرش يضحك علينا لما نكون أولاد ربنا وبنؤمن بيسوع المسيح وبنسمع كلامه كمان، ونكون دايما بنطبق كلام الكتاب المقدس كله 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 في حياتنا. ايه ده؟ ايه الشطارة دي؟ انت شاطرة قوي كوكي. ايوه انا شاطرة. طيب انا هسألك سؤال اخير وصعب خالص عليكي، ايه هي الكلمة اللي بتتكون من 3 حروف؟ هما الب والالف وليه. كلمة بار. أيوة، باي باي. ولع الشاشة مش هتجيب لنا صورة. لازم نعمل الصح. فيه مشاكل كتير في العالم. ايه في ايه يا اولاد؟ طبعا بيحبه وعايز يطمن عليه ويشجعه. انسان بشر. باي باي.